الغزالات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم قصير وسهل وخفيف، غادي نوريكم فيه واحد النوع ديال الحالة بسيط، والمكونات ديالو يعني متداولة وموجودة، والطعم ديالو جميل. فهاد الحالة ممكن تجهزوه فقط في 5 دقائق، وغادي ندوز مباشرة نبدأ لكم تقديم المكونات. هنا عندنا تشكيلة ديال الفواكه، تتبقى الفواكه على حسب الذوق أولا، ثانيا على حسب شنو متوفر عندنا في المنزل، فممكن الكيوي، ممكن الاناناس، ممكن اي نوع من الفواكه. انا اليوم غادي نستعمل النقاص او الاشاص، غادي نستعمل البنان، الموز، ثم الفخاز او الفراوله. فهادو ثلاثه الانواع الفواكه اللي غادي نستعمل، وتيبقى لكم الاختيار. الخوخ تيمشي، الكيوي تيمشي، الاناناس، بزاف الفواكه اللي تتماشى مع هاد الوصفه. عندي هنا كاس ديال دانون مسوس، دانون مسوس عادي يعني زبادي او يوغور طبيعي. عندي هنا اللوز والزبيب، فهنا عندي الزبيب كي تشوفوا، اللوز عندي شرائح، ممكن نديروا اللوز صحيح ممكن شرائح، ولكن هادو تيجيو ساهلين في المضيق وتيجيو مقرمشين. فهذا هو اللي غادي ندير. ثم عندي هنا البسكوي، اي نوع ديال البسكوي تتعتمدوا عندكم في المنزل، فهذا غادي نديروه في البدايه ديال الطبقات ديالنا، لان هذه الحاله غنديرو في الكاسات. غادي نحتاج ايضا الحليب المركز والمحلى، اي نوع ديال الحليب المركز والمحلى غادي نحليو به هاد دانون المسوس، وغادي نعطيو به طعم لهاد الفواكه. ندوزو مباشره نبداو التحضير. غادي نبداو باول حاجه، غادي نجهزو هاد اليوغور، ممكن تحليوه بالعسل الا بغيتو تستغناو على هذا الحليب المركز، ولكن هو صراحه يعطي واحد الدم من غير انه تيحلي، فتيعطي واحد الطعم ديالو تيلعب دور. غادي نزيد اللوز والزبيب اللي عندي، ثم غادي نخلط هاد المكونات حتى تجانس عندي مزيان. ندوزو نجيبو الكاسات ديالنا، هاد ديالنا وديالي، معرفتش علاش تنقولها، ولكن شوف واش باينين، صافي تتجيني هكا في لساني، تنبقى نقول ناخذ اللبن ديالي، نزيد الخليط ديالي. بعض الناس تيعلقوا تيقولوا لي ديالي ديالي، راه عرفنا راه ما تنقصدش ديالي، راه غير هكاك ما عرفت شحال هكا الكلمه بقات لي في لساني. ممكن الا بغينا نديروه مهرمش مزيان، لكن من الاحسن هكايا تيجي مقرمش بيدينا. صافي غادي نزيد عليه شويه ديال الخليط، ثم من بعد هذا الخليط غنبدا نزيد الفواكه. وهذا هو الحالة ديال اليوم، وهذه هي الفكرة. نتمنى ان شاء الله تطبقوها كيف شفتوا، تتجهز فقط في 5 دقائق. نتمنى تجربوها وتعجبكم، ونضرب لكم موعد فيديوهات مقبلة بإذن الله.